أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض إن شاء الله عن الهجرة لنيوزيلندا، وده هيكون من خلال برنامج اسمه برنامج الإقامة النيوزيلندي للمهاجرين المهرة. نيوزيلندا زي ما احنا عارفين تعتبر من أفضل الدول للهجرة لأنها بتتمتع بمستوى معيشي كويس جدا، كمان بتتمتع بنمط حياة سلمي خالي من الجرائم ونسبة الفساد فيها قليلة جدا، وبرضو معاملة الناس فيها كويسة، بيتعاملوا مع كل الناس على أساس المساواة، يعني مش هتشوف فيها عنصرية كتير زي ما هو منتشر في أغلب الدول. ودولة زي دي كون إن يكون ليها برنامج للهجرة ده طبعا هيسهل كتير في موضوع الهجرة ليها. تعالوا بينا ندخل في الموضوع على طول ونتعرف على البرنامج ده وشروطه وإجراءاته والمعايير المطلوبة ليه. تابع معايا الفيديو للآخر، ولو بتشوفني لأول مرة وعجبك المحتوى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تشوف أي فيديو جديد. برنامج الهجرة النيوزيلندي للمهاجرين المهرة ده برنامج للأشخاص اللي عندهم مهارات وخبرات مهنية معينة، والهدف منه زي كل برامج الهجرة هو المساهمة في النمو الاقتصادي للبلد، والسفر بيكون من خلال الحصول على تأشيرة إقامة من فئة مهاجرين مهرة. دي تأشيرة بتسمح لك بالعيش في نيوزيلندا والعمل فيها والدراسة كمان لو حبيت، وممكن للشخص المهاجر تضمين شريكه وأطفاله معاه في طلب الإقامة، يعني ممكن الشخص ياخد زوجته وأولاده معاه مثلا. لكن قبل ما يتم قبول طلبك مبدئيا من إدارة الهجرة ودعوتك لتقديم الطلب بشكل رسمي، هيكون مطلوب منك تقديم خطاب اسمه خطاب التعبير عن الاهتمام، وده عبارة عن خطاب بتشرح لهم فيه سبب رغبتك في العمل والمعيشة في البلد، وإيه هي مؤهلاتك والتخصصات اللي تقدر تقوم بيها وخبراتك المهنية وغيره. الخطاب ده بيتم تقديمه على الإنترنت من خلال موقع الهجرة النيوزيلندي، وعشان يتمكن الشخص من التسجيل وإرسال الخطاب لازم يتوفر بعض المعايير والوثائق اللي بتدل على إنه مؤهل بالفعل ومستوفي الشروط. الوثائق المطلوبة هي عبارة عن إثبات للهوية زي جواز السفر، شهادة الميلاد، وكمان 2 صورة شخصية حديثة ومطابقة للمعايير المطلوبة. وجواز السفر وشهادة الميلاد يكون الأصل منهم أو نسخة طبق الأصل مصادق عليها، ويكون الباسبور صالح لمدة 3 أشهر على الأقل. وبتحتاج كمان شهادة حسن السيرة أو الصحيفة الجنائية أو الفيش والتشبيه حسب اسمه في بلدك، ودي بتكون بيانات معتمد، وهتبعت الحاجات دي كلها للسفارة في مظروف مسبق الدفع عشان يتم إعادتهم ليك مرة تانية. الشرط اللي بعد كده هو التمتع بصحة جيدة، وده بتثبته من خلال إجراء بعض الفحوصات زي التحاليل والأشعة، فحص طبي شامل يعني، وده مش هتعمله إلا بعد ما يتم دعوتك بشكل رسمي. عمر طبعا ده شرط أساسي لأي برنامج هجرة، إن المتقدم ما يزيدش عمره عن 55 سنة. الشرط اللي بعد كده هو خاص بمهنتك، وإنك تكون مصنف من ضمن العمال المهرة، يعني لازم يكون مجال عملك أو تخصصك من ضمن الأعمال المهرة المطلوبة، وده بيتم إثباته من خلال مؤهلاتك أو أي شهادات خبرة في مجال مهنتك أو تخصصك. وعشان يتم الاعتراف بمؤهلاتك لازم ينطبق عليها معايير معينة، وهي أن يكون المؤهل مدرج في قائمة المؤهلات المعافاة من التقييم، أو أنه يكون تم تقييمه بالفعل من قبل هيئة المؤهلات النيوزيلندية، أو أنه يكون تم تقييمه من طرف هيئة تسجيل في نيوزيلندا على نفس المستوى. وهسيب لكم تحت الفيديو رابط موقع الهيئة النيوزيلندية المختصة بالموضوع ده، واللي من خلاله هتقدر تعرف معلومات أكتر عن المؤهلات المطلوبة وتصنيفها وكيفية الحصول على مؤهلات دولية معترف بها للهجرة والتقدم بطلب للحصول على نتيجة ما قبل التقييم وغيره. الشرط اللي بعد كده خاص بالخبرة العملية في مجالك وتخصصك، طبعا لازم تكون خبرتك المهنية كويسة عشان تقدر تحصل على نقاط أكتر، وده بيتم إثباته من خلال شهادات الخبرة من الأماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده. وعشان كده من المهم دايما إنك لما تشتغل في أي مكان حتى لو لفترة قصيرة، الأفضل إنك تطلب من المكان ده شهادة خبرة بالمدة اللي انت اشتغلتها في تخصصك، لأن زي ما احنا عارفين إن أي شيء علشان تثبته لازم ورق ومستندات، مش دايما الخبرة العملية بتكون كافية لوحدها. آخر وأهم خطوة اللي اتكلمت عنها في أول الفيديو هي التعبير عن الاهتمام. زي ما قلنا إنك بتقدم الخطاب ده بعد ما ينطبق عليك كل الشروط اللي ذكرناها، ولكن علشان تكون مؤهل إن الخطاب بتاعك ده يتم تسجيله بالفعل لازم توصل لمستوى معين من النقاط المحددة، مش أقل من 100 نقطة. وبرنامج حساب النقاط ده زي ما احنا عارفين موجود في كل برامج الهجرة المعروفة، وهو عبارة عن تحديد عدد نقاط معين مقابل كل مهارة مطلوبة أو صفة معينة، وعلى أساسه بيتم تقييم الشخص حسب متطلبات البرنامج وهل هو مؤهل ولا لا. يعني مثلا حساب نقاط العمر بيكون كالتالي: الشخص اللي عمره ما بين 20 و29 سنة بيحصل على 30 نقطة،
الشخص اللي عمره ما بين 30 و 39 سنة بيحصل على 25 نقطة، ما بين 40 و 44 سنة بيحصل على 20 نقطة، ما بين 45 و 49 سنة بيحصل على 10 نقاط، ما بين 50 و 55 سنة بيحصل على 5 نقاط، وده هو الحد الأدنى من النقاط. نيجي لحساب نقاط المؤهل الدراسي. لو كنت حاصل على مؤهل متوسط مثلا بدرجة دبلوم بتاخد 40 نقطة، ولو كنت حاصل على مؤهل عالي بدرجة بكالوريوس بتاخد 50 نقطة، ولو حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه هتاخد 60 نقطة. في كمان حساب النقاط الخاصة بعدد سنوات الخبرة المهنية اللي اتكلمنا عنها. إذا كانت خبرتك في مجال عملك من سنتين لثلاث سنوات هتحصل على 10 نقاط، وإذا كانت ما بين 4 لخمس سنوات هتحصل على 15 نقطة، وإذا كانت ما بين 6 لسبع سنوات هتحصل على 20 نقطة، وفي حالة وصولك لثمانية أو تسع سنوات من الخبرة هتحصل على 25 نقطة، وبالنسبة للناس اللي عندها خبرة 10 سنوات أو أكتر هيحصل على 30 نقطة. طبعا زي ما قلنا عدد النقاط المعتمدة في نيوزيلندا للهجرة هي 100 نقطة على الأقل، لكن في أغلب الأحيان علشان تتمكن من الحصول على فيزا الإقامة هناك بيكون مطلوب منك تحقيق مش أقل من 160 نقطة من إجمالي النقاط. كده نكون وضحنا بشكل مختصر أهم المعلومات عن برنامج الهجرة ده. طبعا ده مش كل شيء، في تفاصيل تانية كتير هتعرفها لما تدخل الموقع الرسمي لإدارة الهجرة اللي هيكون موجود تحت الفيديو، ولكن اللي قلناه ده هو اللي يهمك حاليا للبدء في اتخاذ الخطوات الأولى للتقديم. أتمنى يكون الفيديو واضح ومفيد، ولو في أي استفسار اتفضل اكتبه في كومنت، وبرضه لو في موضوع معين حابين نتكلم فيه بشكل مفصل اكتبه لي في الكومنتات. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي.